أخذت أفضل ثاني حارس بالقارة الآسيوية، أفضل ثاني حارس مرمى بقارة آسيا، لعبان منتخب شباب سوريا الحمد لله، لعبان شباب كرام. أول ما طلعت بالاعتصاب كنت قاعدين، كنا قاعدين بالاعتصاب كانوا يعني ناشين بالنصي، أنا ما قدرت أضل قاعد، أجيت له رفعات رفعوني، رفعوني على الكتاف شرحت الكنزي، يمكن أول شعار قلته اسمع اسمع يا الناس هاي الرأب وهذا الرأس، هاي أول شعار. Syrian rebels tell us there was a series of what they claim were chemical weapons attacks. 10 villages at least to the east and north of Damascus hit by what rebels say were surface-to-surface missiles fired by the regime and tipped with chemical weapons. The death toll well over 1,000. Symptoms before death, witnesses tell us, were shortness of breath, constricted pupils, foaming at the mouth. We've seen videos posted online showing many women and children among the dead. This still photo captures a sliver of the horror. Syrian citizens trying to identify the dead bodies of children in the town of Arbin in Damascus. We've blurred the faces in this picture. More amateur video captures smoke rising in the aftermath of the bombings. Meanwhile, the stance of the major powers in regard to this conflict seems largely unchanged. How are you talking to me about it? ثلاث مرات أوس علي والله شاني تحت الموت. هني هلا من شارع لشارع عم أقطع بدي أشاهد لحتى أقطع الشارع. المهم وأنا راجع أنا تصاوبت وفي أربعة استشهدوا من بيناتهم شاب استشهد نص الطريق قام راحت أمه بدها تسحبه. ماتت أمه تصاوبت أمه وقعت فوق يعني عرفت شلون؟ هاي والدته جاي بدها تسحبه. نحن يعني هذا صارت الأمور عندنا أمور عادية. يعني بكينا كثير نشف دمنا نحن ودموعنا نشفت نحن عم نبكي بس هذا الشيء ما أنا عم أسر العالم القاعدين برا ما أنا عم أسر على الناس من مين نطالب بالحماية الدولية نحن نطالب من العالم القاعد بالفنادق سبع نجوم وقاعد عم ياكلوا وعم يشربوا العالم هون ما عنده تاكل لا تشرب وهن بيعرفوا ان نحن ما طالعين مشان ناكل ولا طالعين مشان نشرب هذا لأمتى نضل هيك نحن لسه عم يعطوا بهالمهل هالمهل هاي المهل هي اللي عم تدبحنا خطيتنا كلها برقابه خطيت العالم عم بود كلها برقابه احيانا للحرية حانا يا شعب بيدوم سآمن حانا للحرية حانا ما كنت هيك حكيتي؟ ما هيك يا أخي كل الشباب العربي مني راح
One of them addresses President Assad directly. This group walked for 3 days to avoid the soldiers. ويا إخوتي إن إخوانكم في شتى البقاع ينادونكم فيمسحوا بالوغى مالكم رضيتم بهذا القنا والقعود ويا زوجتي إن قتلت اصبري فإني شهيد بموت حريق سيغفر ذنبي ألا أبشري فربي غفور رحيم ودود طبعا الثورة تدخل بسنة جديدة من التضحيات. نحن اليوم معرض العمال مظاهرة بعيد الثورة يلي هي ثورتنا ثورة الكرامة ثورة الحياة اللي عشناها جديدة يلي هي عمرها 8 سنوات وندخل بالسنة التاسعة من هاي الثورة. طبعا نحن هاي الثورة اليوم كل ما زادت سنة كل ما زادت تضحياتنا زادت الدماء زادت الشهداء زاد الدمار علينا فهي تزيد من عزيمتنا وتزيد من أصرارنا تمسكنا بمبادئ هذه الثورة ثورة الحرية والكرامة حتى آخر قطرة دم. بمعرة النعمان اليوم جددنا العهد وجددنا قسم الثورة اللي بدأناها من 8 سنين ومستمرين والثمرة والثورة مستمرة. ما زال هذا الشعب يملك الإرادة وما زال هناك شعب. ثورة الشعب لا تنتهي إلا بالنصر. حلمي بشهادة يا بابا
بالنصر اثنين بالنصر اثنين بالنصر اثنين بالنصر اثنين حلم الشهادة يا رب حلم السنين بدمانا نرضي يا رب رب العالمين وطننا بينزف يا بتراب وحزين والطفل بينده يا با من لبامين من لبامين من لبامين